ما يمتلكه الحقيقة يريد أن يرسل رسالة إلى العالم من خلال زيارته أنه الأوضاع تحت السيطرة، تحت المظلة الإيرانية، إذا وضع سياسي أو أمني أو ميليشياوي. هي هذه الرسالة الأبرز. ظريف جاء لمحاولة لملمة البيت الشيعي والبيت السني الذي صار في شرخ، وأنت تعرف جنامك ما حصل، وبالتالي نعم، وبالتالي محاولة إنتاج معادلة سياسية. أوصل رسالة مفهومها الآتي الحقيقة، يعني إذا استطعتم أن تخطفوا السلطة مرة أخرى، لأن هم خاطفين للسلطة هذه الطبقة السياسية الموجودة، إذا استطعتم أن تخطفوها بالانتخابات فكان بها، إن لم يكن فأكو تجربة الحوثي عن طريق الميليشيات، انقلبوا على الدولة وابتلعوها. إيران تريد أن تستمر الفوضى في العراق حتى تحرج الجانب الأمريكي، تضغط على حلفاء أمريكا منها السعودية والدول العربية من خلال ملف العراق. هذه الميليشيات التي جهزتها إيران بصواريخ متوسطة المدى كما تعرف جنابك، تهدد إسرائيل وتهدد السعودية وغيرها. هذا الضغط والفوضى إيران تريد أن يستمر. لا يتوقع البعض أو يتوهم أنه إيران حمام السلام الآن تريد أن تهدئ الأوضاع. الأخطر من ذلك، ظريف جاء الحقيقة ليقول لهم أنتم فشلتم في التصدي إلى شباب تشرين، هذا أبرز ما في الموضوع، وأنه المؤشرات تقول أنه بدأ الحراك في العراق والاحتجاج يتحول من كونه مطلبي إلى أسس وغايات، وهنا منها ما تحدثنا. هذا الذي يشكل نقطة اعتراض على ما تقول به. يعني أنت كما تقول حضرتك، ونعرف أنك قارئ جيد إلى الأحداث، أنه أن لم تنجحوا على البيت الشيعي أو الإسلام السياسي الشيعي، أن لم تنجحوا في الوصول إلى السلطة فاخطفوها عن طريق ميليشياتكم. نعم. التجربة تقول، نعم، وكما أكدت أنت قبل قليل، أنهم واجهوا الشعب وواجهوا تشرين وفشلوا، فبالتالي هذه القوى قد تمت تجربتها في الميدان وفشلت، فكيف لهم أن يخطفوها مرة أخرى في ظل هذا الحراك المتصاعد؟ لأنه هم مو سياسيين ولا قارئين جيدين أستاذ نجم. هم توقعوا أنه بالقنص وبالخطف وبالتغيير الحكومي اللي صار ممكن أن ينهوا تشرين. تشرين أصبحت في الجينات. أعطيك أمثلة كثيرة متحققة من أرض الواقع. إحنا لدينا شخص حقيقة أصيب بعينه، فقد بصره، يعني لم يبقى له إلا نزرا بسيطا من النظر. سعينا مع الخيرين الحقيقة أن نجري له يعني جراحة حتى نعيد البصر له، رفض حقيقة، رفض أن يخلي نفسه، يقول لا، لن أجري العملية لأنه سوف أترك العمل الاحتجاجي والثوري. هكذا نموذج موجود منه آلاف أستاذ نجم. بالمناسبة أنا بس ضربت هذا المثل لهذا الشاب بالحقيقة اللي هو أحد من أبرز قادة المعارضة الآن في أرض الوطن، وبالتالي هذا النموذج لم يفهمه هؤلاء الأدعياء أو ذيول إيران، يعتقدوا في القنص وفي القتل وفي الخطف ممكن أن ينهوا تشرين. تشرين أصبحت في الجينات، في جينات كل الشباب العراقي، وجيلا يسلم لجيل الراية. احنا نتحدث من عام 2019 أنا وأنت، والكل كان حتى الأصدقاء يعتقدنا كنا واهمين، لم نكن واهمين، هم الواهمون. من عام 2019 الجيل اللي عمره 14 سنة الآن بدأ هو الذي يتصدى، وآخرهم الشاب الذي تم استشهد في حي الوحدة اللي عمره ما يتجاوز 16 سنة. هذا ماذا يعطيك أستاذ نجم؟ هذا ما البعض لا يتصورها، ترى طالع على مود وظيفة أو كهرباء أو كذا، لا، هذا الرفض أصبح في داخله، صحيح لا يستطيع أن يعبر عنه. من هنا جاءت فكرة الجبهة الوطنية، جبهة المعارضة الوطنية، لتعبر عن كل الرفض الشعبي ولتنطلق بمسار آخر غير المسار الذي يعتقده. ولا تستبعد واحدة من النقاط اللي جاء بها ظريفي للتصدي لهذا المشروع الوطني الواسع. نعم. يعني